أزمة مرضى السرطان تقتصر على شحة الإمكانيات، فتزايد أعداد المرضى زاد من احتياجات المركز، خصوصا في ظل وباء كورونا الذي حمل مخاوف جديدة أضافت إلى عاتقهم معاناة زادت من آلامهم، كون أجسادهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كوفيد 19. قمنا بالعديد من الإجراءات الوقاية والمكافحة للكوفيد 19 أثناء الجائحة. كانت أهم وأبرز هذه الإجراءات تشكيل لجنة الطوارئ التي انبثقت عنها العديد من اللجان، أهمها لجنة الاستجابة السريعة ولجنة الرش، لجنة النظام ولجنة الإعلام. وجود هذه الجائحة جعل الكثير من المرضى يتعرضون لمشاكل صحية مضاعفة، حيث أن الأمر مرتبط بالجهاز المناعي، ومريض السرطان كما تعلمون هو في الأساس يمتلك جهازا مناعيا حساسا جدا، وبالتالي يحتاج إلى عناية مضاعفة وعناية خاصة والكثير من الإجراءات والتشخيصات والمتابعة التي تستلزم الكثير من التكاليف. في ظل الجائحة كنا نتوقع أن يحصل هناك عدد أقل من المرضى، لكن للأسف كانت هناك أعداد متزايدة، حيث أن الكثير من الحالات بدأت تقدم إلينا من أرياف متباعدة. رغم المعاناة التي باتت تحط بالمركز من جوانب مختلفة بسبب تزايد أعداد المرضى مقارنة في الأعوام السابقة، والذي شكل خطرا على القدرة الاستيعابية للمركز. المركز هنا في ظل جائحة كورونا التي تركت آثارها وظلالها على العالم جميعا حاول بكل السبل وبأقصى جهوده أن يكون بمقدار المسؤولية التي يأتي بها المرضى من أطراف المدينة والمحافظة ومن محافظات مجاورة ليتلقوا العلاج، حيث يستقبل المركز شهريا بما يقارب 63 حالة جديدة تضاف إلى الحالات المقيدة سابقا فيه. الأمر الذي يشكل المزيد من العبء المتزايد فعليا على إدارة المركز وإدارة المؤسسة في البحث عن استمرار الدعم والاستمرار توفير الخدمات في ظل هذه الجائحة. هناك العديد من المخاوف التي تعرض لها مرض السرطان، كان الخوف أكبر بالنسبة مقارنة بالأشخاص العاديين كونه يحمل يعني مصاب بالمرض السرطان، يعاني بشكل مستمر من نتروبينيا نقص مناعة. ايضا فاقم الوضع الانساني، انعدام الادويه، نقص المستلزمات والاحتياجات الوقايه الشخصيه، وايضا كان هناك الخوف من التعرض، وخاصه مصابي السرطان هم الاكثر عرضه يعني للكومبليكيشن مضاعفات الكوفيد 19. في ظل جائحه كورونا عاش المركز معاناه البحث عن الامكانيات، كون الوباء أدخل العديد من المرضى في مشاكل صحية جديدة شكلت عبئا زاد من احتياجات المركز، خصوصا بعد أن بات المركز يستقبل قرابة 63 حالة شهريا.